مساكم فل لي افضل الهواتف. تقول لي هذا المكان ليش نجح يا جماعه؟ الا يشتري 10 اجهزه غير اللي يشتري 100 جهاز. فكره هذا المكان يا جماعه يشتري من الشركات كميات ويحصل اسعار قويه ويقول لك انا افضل الهواتف بسوق مياس، مر على المحلات كلها وسعر وبعدين تعال قول سعرك كويس او لا. جاهزين للاسعار؟ اي والله جاهزين. يلا جهزوا الكابتشر يا حبيبي. نبدا بايفون 11 128 الذاكره بكم؟ ب 2350 ريال. وندخل على الايفون 13 الذاكره 128، كم السعر؟ 3350. لا يا حبيبي، تحطيم الاسعار ب 3200 ريال. هذا 13 وبرو، شوفوا الالوان يا جماعه، قلبي الصغير لا يتحمل. الحلو بافضل الهواتف انه يوفر لكم الالوان، يوفر لكم مختلف الاجهزه. شوفوا يا جماعه هذا 13 برو، عندكم ال 128 ب 4200 وعندكم ال 256 ب 4600 ريال. يعني الصراحه هذا ما يحتاج اني اسوي لهم دعايه، المنظر روحه دعايه. انت بس شوف الكياته يعني كيوت والله. يا جماعه المنظر لحاله دعايه، ما يحتاج نسوي لهم دعايه دارين. البرو ماكس 13 برو ماكس اقوى سعر يا جماعه، ال 128 متوفر منه طبعا اللون الازرق ب 4600، وال 13 برو ماكس ال 256 اقوى سعر يا جماعه ب 4950 ريال. اسعارهم حلوه يا جماعه، مو فقط في الجوالات، حتى الايبادات. الايباد ال 64 ايباد 9 اقوى سعر يا جماعه ب 1400 ريال، وعندكم هنا ال 256 بكم؟ ب 1900 ريال. سلام، هنا سعر التحدي يا حبيبي. الايباد برو 128 بكم يا حبيبي؟ ب 3150، وعندكم الايباد 256 سعر تحدي ب 3450 ريال. هذه العروض اللي ذكرناها الين يوم السبت 11 يونيو او حتى نفاد الكميه. قيم الاسعار يا جماعه واسعار تحدي، الايباد الاير 5 64، شوف السعر من 2550 راح يكون الى 2400 ريال. وهذا الاير 4 64 يا جماعه كم سعره راح يكون؟ 2200 ريال، وعندكم ال 256 راح يكون ب 2750. فنان لو مو بفنان يا جماعه، والله فنان. وندخل على الايربودز، تحدي الاسعار يا جماعه، افضل هواتف يضمن اليكم اقل الاسعار. عندكم الاصدار الثاني راح تكون بكم؟ ب 499 ريال، والاصدار الثالث 670 ريال، وعندكم البرو بكم؟ ب 730 ريال. والعرض الخطير على طول يطير يا جماعة. يا كثر الإعلانات اللي عملتها حق أفضل الهواتف، لكن عرض اليوم مختلف يا جماعة. التغليف الحراري حبيته، اللماع حبيته، المطفي حبيته، اللقافة، تغليف الجهاز، جميع الأجهزة بكم يا حبيبي؟ الجهة ب 19 ريال. تغليف حراري يا جماعة، ما تكلمنا عن الضمان يا جماعة. طبعا الآيفون اللي تشوفوه هذا كل الضمان عليهم سنتين حاسبات العرب. باكج الحماية من إكسلورد، طبعا هذا حق الآيفون، في حال الكسر تعوضك الشركة من 500 إلى 600 ريال على الشاشة. طبعا هذا الضمان لمدة سنة. طبعا شاشة أمامية خلفية، هذه الملحقات اللي موجودة حق الكاميرا. طبعا مو فقط آيفون، حتى السامسونج متوفر عندهم وبأسعار تنافسية. هذا بالنسبة إلى الجوالات. نجي الآن إلى الملحقات، الاكسسوارات، الأغلفة من هنا إلين يوم السبت. أي شيء راح يكون عليه خصم كم؟ راح يكون عليه خصم 20%. هذا موقعهم، موقعهم القطيف سوق مياس. يا الله المحلات سكرت وأنا بعدني أغطي سوق الجوالات. هذا أفضل الهواتف.